والمشروع الثاني المتأهل معانا هو مشروع في الخدمة لعمر نبيل من القاهرة. اتفضل يا عمر. اتفضل. في الخدمة هو موقع إلكتروني بيخلصك من تعب الصنايعية وحبالهم الطويلة. تقدر تحجز من عليه ميعاد اي صنايعي محتاج له سواء في بيتك، وبيبعت لك الصنايعيه المحترفين وعلى ضمانته. خلونا نشوف مشوار مشروع في الخدمه معانا من بدايه المسابقه. بشتغل على بيزنس اسمه في الخدمه. في الخدمه هي سيرفيس للناس عشان تطلب صيانه للبيت وللمكتب. عمر نبيل لما تقدم للمسابقة كان في مشروعات تانية شبهه برضو متقدمة لنفس المسابقة. لجنة التصفيات أعجبت بمشروعه وقررت على غير العادة تحطه في منافسة مع المشروعات اللي شبهه في حلقة استثنائية جدا. حسيت إن دي حاجة أنا عايز أعملها في مصر، وأنا فعلا ممكن إن أنا مع فريق هنا في مصر إن إحنا نبني حاجة ونعمل تغيير في السوق. استعد للمواجهة وكان عليه انه يثبت ان الخدمه اللي بيقدمها هي الافضل بين كل منافسيه. في الخدمه عمر نبيل من القاهره. اتفضل يا عمر. انت بقى اللي رجعت من امريكا عشان المشروع ده. بالظبط. يميزنا في وجهه نظري ان احنا الجوده بتاعتنا اعلى. الفنيين واخده تدريب داخلي من مدربين عندنا جوه الشركه. العيب الرهيب هو ان انت عشان تغطي منطقه زي القاهره عايز يبقى عندك 15,000 موظف. يعني الناس الفول تايم دي بتغطي لما بيبقى فيه مشاكل. اي لاف اللي عمر بيعمله ان هو قاعد فتره كبيره بيوظف الناس عنده، وبعد كده هيتحرك انه يبقى اوبريتور للخدمه اللي اعتقد ان كل المصريين محتاجينها. يعني عندك ادفانتج اكتر ان انت تجري اسرع من الكومبيتيشن. اذا في الخدمه هو الفائز في هذه الحلقه. اتفضل. كسب في الحلقه، لكن النهارده بينافس مشروعات في مجالات تانية. هل يا ترى هيقدر يواجهها؟ في الخدمة تاني مشروع يتأهل لتاني فاينل.